الدنيا فتحت كرمالي تيتي، مو جاي على بالي اقعد اسمع قصص الحب تبع نانديني. لانه في سر ما حكيت لك اياه، وهو من الاسرار اللي ممكن تدمر حياه اي زوجين. وانا لهلا عم عاني من شبح الماضي اللي عم ياثر على حاضري ومستقبلي. ولازم تصدقني يا بريم انه اللي صار ما كان بايدي ابدا، وبحلف انه كان غصب عني، ولو كان بايدي ما كنت وافقت على زواجنا وبقيت بعيده عنك. بس لازم تعرف الحقيقه كامله، لانه حقك وما لازم خبي عليك. قبل زواجنا فترة كتير طويلة اجا واحد ابن حرام واغتصبني. ومن وقتها حياتي كلها تحولت لجحيم ما بينطق، وكل ما بتذكر هديك الحادثة الفظيعة بتمنى اني موت وارتاح من هالشي. ضميري كتير عم يعذبني وما بقى اقدر اخبي عنك اكتر. مشان هيك ما قدرت اني اخدعك وخبي عنك الحقيقة اكتر. وأنا وحدة ما بستاهل إنسان منيح وشريف مثلك أنت. يا لطيف شو هالحكي؟ لك ما عم صدق اللي عم بيصير هلا. كيف يعني كارياني بتجيب هيك وحدة على البيت؟ إيه لكن لك وحدة بلا شرف وبلا ضمير كمان. كيف نحن هيك عملناها وحدة من عائلة راجدياكشا؟ يا الله دخيلك شو هالمصيبة هي؟ لك معقولة نحن بيصير بعائلتنا هيك مصيبة كبيرة؟ معقولة هالمرة عديمة الشرف بتكون مرته لحفيد بريم؟ لا يا ربي دخيلك. كيف رح اتحمل اذا بشوف الكره بعيونه؟ الموت رح يكون اهون علي من هالعيشة. Thank you.